البداية من ليبيا لرصد المشهد بعد الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن. أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار سدي مدينة درنا لمعرفة ملابسات الواقع، وقال إن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد. في الأثناء تواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها في البحث عن مفقودين وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة. تتعمق المأساة في درنا، ومع مرور الساعات تتضاءل فرص العثور على ناجين وإخراج أحياء من بين ركام المدينة المتهالكة. صور هول الكارثة التي عاشها الشرق الليبي أرجعت إلى الواجهة الحديثة عن التقصير البشري والأسباب التي فاقمت حجم الخسائر. يقول النائب العام الليبي صديق الصور إن مكتبه باشر استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية للتحقيق بشأن الفيضانات، مشيرا إلى أنه سيركز على أسباب انهيار السدين والأموال المخصصة لصيانة سدي وادي درنا وكيفية صرفها. النائب العام أكد أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة، مشددا على أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لكل من يثبت تورطه في القضية. كل من أخطأ أو أهمل أو قصر وسبب في هذه الكارثة بالتأكيد حتتخذ ضد النيابة الإجراءات الحازمة وترفع الدعوى الجنائية بشأنها وتحيلها للمحاكمة. في الأثناء وجه آخر من الكارثة يتكشف. السلطات المحلية والمنظمات الدولية تطلق تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في ظل المخاوف من خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد عن طريق مياه البحر ومياه الصرف الصحي المليئة بضحايا الإعصار. لا إله إلا الله. الوضع الصحي المتهالك في المناطق المنكوبة دفع السلطات المحلية إلى وضع إمكانية إخلائها بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب والآبار بسبب الجثث التي بدأت تتحلل تحت الأنقاض. إلى ذلك تتصاعد تحذيرات المنظمات الأممية والإغاثية من تدهور الأوضاع الإنسانية في درنا. تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الاستجابة الإنسانية في المناطق المنكوبة معقدة جدا لانقطاع شبكة الطرق وضعف الإنترنت والاتصالات، إضافة إلى شبه انقطاع للكهرباء. من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، وتقول إن هذا قد يحدث مخاطر صحية إذ كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.